جديدة في البلاد. الطريقة باش يعني تشكلت، حنا كنا عارفين بأنها غتير شبهات، وفي هذه المسألة باش ما يكون أي لبس، يعني أنا قلت ما عنديش مسؤولية كثيرة في الموضوع، ولكن عندي مسؤولية. أنا من أكثر من الناس اللي بغى يسجل هذا الضي، يعني مرحبا ونتحاسبوا عليها فيما بعد، من أكثر الناس. لا هذه باش ما أنا من أكثر فهذه ماشي كبش ضحية، فهذه أنا يعني من الناس اللي دافعوا على فكرة أنه ما يمكنش على الأقل في المرحلة الأولى أن نشكلوا المجلس بالانتخاب. أقولها وأكررها. أنت كتقول بأن الجالية في أمريكا المنظمة، أنا يعني حسب المعطيات اللي عندي أنها يمكن تكون منظمة أحسن بكثير، ولكن في جميع الحالات يعني في نظري اعتبروا هذه التشكيلة الحالية بحال شي لجنة تحضيرية ديال جمعية بغيت تأسسها في المستقبل. ملي كتبغي دير جمعية تحضيرية ما كتجمعش الجمع العام، لأن يعني الغرض ديالك انت علاش داير الإطار باش دير جمع عام، كدير لجنة تحضيرية اللي كتهيئ لك القوانين، كتهيئ لك برنامج العمل اللي انت قلتي انه كذا. ما كايناش لجنة تحضيرية كتعيط على الناس وما تقول لهمش ها البرنامج ديالي، او كتعيط على الناس وما كتقترحش عليهم قوانين، وهم احرار طبعا انه يغيروا القوانين يغيروا البرنامج يديروا اللي بغاو، ولكن كان ضروري اولا الاطار. هذا هو المنطق. الطاهر الشريف اللي عين هادوك غادي يعين وحدين اخرين. شوف الله يرضى عليك، الطاهر الشريف ليس يعني شيء ازلي، ها ما تعينوا غدا غادي تعينوا وحدين اخرين من بعد ما يكونوا تنتخبوا. وقيل غير انا كنت قبل ما نكون رئيس ديال المجلس الاستشاري لحقوق الانسان كنت بظهير امين عام ديال المجلس الاعلى للتعليم. واحد النهار جاني تعيين في مكان اخر، ظاهر سين في ظاهر كيلغي ظاهر اخر كينسخ ظاهر، هذا ما بلا ما ندخلوا في هاد التفاصيل القانونيه وكذا الى اخر. الفكره هي هذه، انه دابا هذا المجلس بحال بغيت دير جمعيه، بغيتي دير جمعيه خصك دير ليها تحضر ليها هاد التشكيله الحاليه. ايوا خليني نهضر عشان نسمح لك، خليني نتكلم راه حنا قراب نمشي، وخليني نهضر. شوف دابا يعني غير هذا الموضوع خصنا ناخذوه يعني يعني ما امكن بعقلانيه، ماشي لانني انا ماشي في شي مجلس خصني نوض قرباله. الا كتهمني المصلحه ديال البلاد راه ما كيهمنيش الاشخاص نكون انا ولا ما نكونش، وخص كاع في هذا الشيء يكون شويه الايثار. اللي كيدافع على المصلحه ما يكونش كيدافع على نفسه، كيخص شويه ديال التمييز. انا فقط كنقول لكم هذا الشيء راه الملك قالوا، قال بانه يعني التشكيله النهائيه للمجلس غتكون بالانتخاب. اللي كنفهم انا من هذا الشيء الا كيهمني فعلا ان تكون تمثيليه نزيهه ووفيه ودقيقه الجاليه، نتحزم من دابا ونبدا نخدم مع الجاليه باش نهار يجيو الانتخابات نتقدم ويكون عندي برنامج وتكون عندي قاعدة. ماشي لأنني فلان والداعي ما عرفتاش كان الداعي إذن راه خصني نتعين، وإلا ما تعينتش إذن هذا الشيء باطل. هذا منطق أعتقد، هذا منطق ما بقاش يعني كياكل. فقضية إيه فكرة أخرى جات عرضيا، هو كاين ربما كذلك واحد سوء فهم العلاقه ديال المجلس مع المساله ديال التمثيل الجاليه في البرلمان. راه المجلس ماشي بديل على مساله التمثيل في البرلمان، او هكذا على الاقل انا افهم الاشياء. المساله ديال التمثيل في البرلمان عندها اشكاليات خاصه بها، ماشي الناس قالوا اجي هادو نديروهم في مجلس وانتهى الامر، ولكن راه كل إشكالية خصنا إلا بغينا فعلا نحلوها بحل يعني فساد القضاء. ماشي نقولوا راه القضاء فاسد والله ينعل والديه وكذا وصافي. كذلك
قضية ديال البرلمان مثلا من الإشكاليات المطروحة، كاينة بعض الدول كتمنع انتخاب التراب ديالها. إيوا نحيدوها ماشي مغاربة، خصنا نشوفوا ليهم كيفاش. وكاين حالات أخرى ببلدان، بحال كاين بلدان اللي يعني لا اللي ما اللي يعني فيها مغاربة داخلين في المؤسسات ديالها، بحال هولندا عندنا واحد العدد ديال النواب، عدد ديال الوزراء كذا. كاين الوضع مسألة معقدة ما فيهاش غير الإرادة، واش بغينا ولا ما بغيناش، فيها إيجاد حلول ملموسة لتعقيدات ملموسة. المهم أنا في اعتقادي أنه فعلا يعني كيحس الواحد بأنه كاين نقص يعني في التواصل، هذا الشيء عارفينه وقلناه، وكل مرة كنتلاقاو وكنعاودو نقوله. اللي كنتمناه هو أنه التواصل يعني ما بين مختلف، ما بين الجالية وما بين الناس في مختلف المؤسسات في البلاد يعني يكون أوثق، وأن الحوار يتسم بأخوية أكبر وبثقة أكبر في المستقبل، لأنه رحنا في واحد العالم اللي لا يسمح للبلدان التي لا تعرف كيف تبني يعني الإجماع وسطها وتمتن الوحدة فيما بين مختلف يعني أعضائها، فهي بلدان رحنا كنا نسمعوا بحال داك الشيء ديال الطيور وديال النباتات. كذلك الأمم بين عشية وضحاها يمكن أن تندثر أو لا أنها تصبح يعني مستعمرة، ولكن المناعة الوحيدة تأتي من قدرة مواطنين بلد معين وأمة معينة أنهم يوجدوا حلول للمشاكل الملموسة التي تعترضهم، وهذا ما كيمكن يكون إلا بواحد الحد أدنى من الثقة المتبادلة وبالحوار وبالاجتهاد وماشي بالشعارات العامة. أما على قضية وغادي نختم بهذه المسألة، رغم أنني يعني ما كنبغيش نتكلم بزاف على نفسي إلا في إطارات حميمية ربما وشفت شوف، ولكن قضية كبش ضحية ولا كذا يعني أنا كنقدر المشاعر اللي عبر عليها الأخ، وبين قوسين يعني أنك مثلا في واحد اللحظة يعني كنت كتضر المجيء ديالي أنه غير مرحب بك، وآخرين جاوا بلافتات كذا، يعني أعتبر أنه في هذه الحدود ماشي مشكل، لأنه ما مفروضش أنه يحبني كل واحد ولا أنه كل واحد يصفق عليا، وأنا أصلا ما كنبحثش على تصفيقات. فهمتي اللي بغيت نقول في هذه القضية؟ ما ترفض ليش هم مع ذلك، فهمتي؟ إلى يعني كبش ضحية ربما، يعني أنا من المدرسة ديال دريس بن زكري، ومن اللي بدينا هاد الطريق كنا عارفين بأنه ما غادي يرحمنا حد، ما غاديش يرحمونا الأصدقاء ديالنا الذين يدعون راديكالية يعني معينة، وما هم للأسف براديكاليين، لأنه الراديكالية ما كتكونش بالهدرة، كتكون في الممارسة، ولا غادي يرحمونا، وهذه كينسوها الناس. نحن نحارب من المحافظين كذلك عشية ابتداء يعني الاستماعات العمومية ديال هيئة الإنصاف والمصالحة، يعني مشاو ناس عند صاحب الجلالة وقالوا له هذوك راه أربعة ديال اليساريين راهم غادي غير يفضوا مع الوليد ويدوزوا لك أنت. وإلى اليوم نحارب من الجهتين، ولكن أعتقد بدون غرور أننا قادين عليها. نحن اخترنا أن نكون حطب المرحلة حتى يحس المغاربة إن شاء الله في أقرب وقت، وبداوا الآن كيشعروا بشيء من الدفء. والسلام عليكم.